السلام عليكم. بعد ما تم انطلاق البرنامج التوجيهي للفلاحة في الجزائر في 2019، يعني هذه مدة 4 سنوات، فيه يعني توجهات جديدة للفلاحة، حيث أنه توجهت زراعة الحبوب إلى مناطق صحراوية منيعة أضرار الواد بورقلة. إذن تم يعني تغيير التخصصات على الأراضي في ولاية السهبية أو الولاية على الهضاب العليا كولاية تيارت وولاية سطيف وربرج باريريج وإلى حدود الشرقية بولاية تبسة وخنشلة. كل هذه الولايات تم توجيه الفلاحة والزراعة بها إلى البقول الجافة أولا، وكذلك إلى الزراعات الاستراتيجية الصناعية اللي سوف تدخل كتمويل للمصانع نتاع إذا الزيوت ونتاع السكر. إذا تم فيه توجهات جديدة واختيارات جديدة نحو الزراعات الاستراتيجية، منها واحد من التوجهات هذا هو زراعة البقوليات الجافة و يعني حبوب جافة، وهذه الزراعة اللي الآن أصبحت لولايات شمالية متخصصة فيها كولاية عين تيموشنت كذلك في الجهة الغربية. كل هذه الولايات يعني توجهت باتجاه هذه الزراعات الجديدة الاستراتيجية بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي في البقوليات كالحمص والعدس و يعني المواد التي نستهلكها كثيرا في يعني النظام الغذائي الجزائري. إذن هذه البقوليات تم التوجه إليها وحققت نتائج غير مسبوقة في هذه السنة 2024، حيث أنه حتى ولينا يعني مشكل، أصبح لدينا مشكل في جمعها وتخزينها. نترككم تتابعون هذا الفيديو حول إنتاج البقوليات في الجزائر وخاصة في ولاية تيارت، ونترككم تتابعون هذا الفيديو من إنتاج الإذاعة الوطنية، إذاعة التلفزيون الوطنية. إذن والسلام عليكم. وعلى رأسها السيد عبد المجيد تبون، المجهودات اللي راه يبذلوا فيها اتجاه الفلاحين، هذه مبادرة جيدة جدا. حنايا كي نشكروا الدولة تاعنا راهي بادلة مجهودات، باقي علينا حنايا كفلاحين نكونوا مهنيين، يعني في مسار تقني كيفاش نتعاملوا مع الظروف هذه المناخية. من الولايات المعروف عنها إنتاج أنواع البقول الجافة ولاية سيدي بلعباس، هكتارات شاسعة معنية بالبذر هذه السنة، وكميات من البذور المعالجة مضمونة المردودية مخزنة في محطات تعاونية. قررنا في حملة بيع البذور تاع الحمص لزريعة متواجدة، الفلاحين تاني كعاونهم الديوان المهني للحبوب بقرض فيما يخص بقول جافة، وأكسيناك كثرة على لي فير بيلوت. راكم جيتو تلاقيتو بفير بيلوت صافي، وحده راه داير 100 هكتار تاع حمص، زياده على الاخرين كاين اللي عندها 40 كاين اللي عندها 20، زياده على الفلاحين. الفلاحين هم جاوا القوائم تاع الناس اللي نعطوهم، كاين اللي ربدو كاين اللي راهم في اطار تحضير الملف تاعهم. كما تلاحظون العمليه تكييف ومعالجه البذور الحمص على قدم وسار، وكل الوسائل راها متوفرة، وندعو جميع الفلاحين اللي يحاب يتقدم بعمل زرع هذا المحصول يتقدم المصالح تاعنا على المستوى التعاونية، والكمية راها متوفرة. ولأن المسار التقني هو الضامن لمردودية البذور بعد توزيعها، يستشير بعض المنتجين المهندسين الفلاحيين الذين استعدوا للخرجات الميدانية التحسيسية.
يجوا راهم يورونا ورانا ناخذوا عندهم للسيسيالات ويورونا الله يخلف عليهم كثر خيرهم في الإرشادات ما شاء الله. كاين حاجه المعلومه اللي ما نعرفوهاش كيما دروك ها هي هنا هذه الزريعه تاع الحمص هذه تاع الرولو هذه هنا ما كانش الامكانيات حنا ما كانش ما عندناش حتى راهم عطاونا ارشادات بلي كاين راه كاين في التعاونيه. الانسان اللي يبغي يزرع ما يخافش يتكل على الله ويزرع ويقضى السيسيالات ويجيب. لا مضاري نخدم الحمص انا بصح ما خدمتش بهذه الامكانيات. مضاري كيما الحمص ندير قنطار في قطار وكنا نديرو 80 كيلو في قطار بالسموار حتى 70 تما كنا نزرعو بيدينا حتى قنطار في الكبار. راه عندنا امكانيات رانا غاي زعما نفضلو الزريعه باش نزرع 5 قطار نزرع 10. خرجنا اليوم هذه الخرجه الميدانيه للفلاح باش نشوفوا كيفاش راح يزرع ان شاء الله البقول الجافه. هو دا الحمص محصول ان شاء الله تاع السنه الماضيه. الوغ بغينا نشوفوا كيفاش دار الترافاي دو سول كيفاش دار غادي دار باسكو هو دار اسمده العمق. بغينا نتاكدوا باش نشوفوا ثاني التربه كيفاش راهي دايره وكيفاش راهي مخدومه. ومن بعد كي يديروا لو ترافاي دو سول يجي وقت الزرع. في الزرع كي يزرعوا بالسموار كل كاع الالات راهي متوفره عندنا في التعاونيه يقدروا يجوا عندنا يكروها. راه دوك راهم دايرين لهم يديروا اتيرم يدوا كل شيء بوزيسيون بعد في الصيف في الحصاد يرجعوا للديون تاعهم. سما التعاونيه راهم وفرت لهم كاع الامكانيات كي يزرعوا البقول تاعهم الجافه كسوسوا الحمص ولا العدس ولا. ومن بعد ابخي يفوتوا لازم تري امبورطون باش يفوتوا رولو ليس. هاد الاهميه تاع رولو ليس واش اهميه تاعو باش يقلع الهواء اللي يكون في التراب باش يخلي هذيك البذره تاع الحمص ولا تاع العدس تمتص الماء اللي في التراب وتطرطق يمد لها ان كوت بوس وتمد لها الطاقه باش تخرج. كي نكملوا هذا الرولو ليس نفوتوا للديزغباج. ديزغباج مبيد الاعشاب. مبيد الاعشاب بوست سومي حنا نعيطوا له بوست سومي. عليه يقتل البذره تاع المبيد تاع الاعشاب يقتل البذره تاع الاعشاب الضاره وهي عاده في التراب باش ما تنافسناش بذره البقول الجافه. الى اقصى غرب الوطن توجد مساحات مستغله في دلتا حيث ولايه تلمسان بها اكبر المساحات المخصصه وطنيا لانتاج هذه الشعبه التي تخوف بعض الفلاحين من دخول غمار الإنتاج فيها بسبب نقص المياه، فيما رهن آخرون على مياه الأمطار وبدأوا حملة البذر. هذه التجربة تاع البقول الجافة نقوم بها كل سنة كدورة زراعية كدوره زراعيه بالنسبه للقمح ولا ونهد كل عام تختلف من سنه لاخرى. كاين العام اللي نزرعوا 10 قنطار 15 قنطار 20 قنطار حتى 40 قنطار نزرعوا في العام هذا. وبعد كشغل في هاد في الاونه الاخيره هذه رانا كشغل نقصوا منها على خاطر الجفاف راه كاين بزاف هو اللي راه يخلينا نقصوا من هاد العمليه هذه تاع زراعه البقول الجافه. بصح ما حبسناش رانا كل يوم حنا نتسناو ان شاء الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للمردوديه تختلف من 10 20 حتى ل 25 قنطار في القطار. انا نوزعوا هذه الكميات على المزارع النموذجيه وكذلك على الفلاحين الخاصين في المنطقه. ولهذا احنا ان شاء الله رحنا واجدين ونتمناو الفلاحين يتقربوا في اقرب الاجال لاقتناء هذه البذور بالكميه والنوعيه المناسبه لذلك. ولهذا سيتادير العام عام كما الدوله الجزائريه راها تحط كيفاش يقول لك دراهم طائله في هذا خاصه في البقوليات الجافه. وحنا في هذا سيتانديفي سيتادير البقوليات الجافه حاجه سهله ونجمو بلا ما نمشيو نجيبو لامبورطاسيون تاعها ولا بلا ما نمشيو للاستيراد نجمو حنا نكونوا من المصدرين. اما المزارع النموذجيه المتواجده وعلى اختلافها فقد دخلت مرحله رش المبيدات والاسمده.
وهذا العام رحنا الاديريون ثاني في البروغرام تاع البقوليات يعني الحمص ب 30 هكتار. ويعني المزرعة دائما هنا في لمواكبة يعني تطور يعني الاحتياجات وال يعني ك كما نقولوا الليدر تاع القاطرة يعني علمية للفلاحين تاع المنطقة باش يشوفوا مال كل شيء. يدعم كذلك الديوان الجزائري المهني للحبوب الفلاحين المنتجين بالعتاد اللازم لضمان إنتاج ذي مردودية واسعة. وهذا الحظيرة هذه في خدمة الفلاحين. الفلاحين على حساب العمليات الزراعية تاع الموسم نبدأ بالحرث ومن بعد ننتقلوا للبذر. المرحله هذه اللي راكم فيها عندنا هذه مرحله بذر البقوليات. البقوليات احنا عندنا تعليمات من المديريه العامه باش نمدوا الزريعه ونحرثوا نمدوا لي سوموار، وحتى الفلاحين يحتاج التراكتور ولا السوموار ولا الى سا ديسبوزيسيون. ورانا عارفين الظروف اللي راهي يمروا بها الفلاحين كذا، رانا نشجعوهم ونستناو حتى للصيف حتى ان شاء الله ربي يرزقنا بمردود ونخلصوا الاتعاب تاعنا. انتاج البقوليات بولاية الوطن ومع اسناد المهمة في المقام الاول الى المزارع النموذجية يعد سياسة واضحة المعالم في ظل ما تعيشه السوق الدولية للحبوب والبقوليات، فضمان إنتاج وطني يغطي السوق المحلية أمر يفرض نفسه باستمرار على الأقل في الولايات التي لها تقليد في إنتاج هذه الشعبة.